أهلا بيكم في محاضرة جديدة أو في المحاضرة الرابعة في مجال الهندسة الصوتية مع برنامج جولد ويف. النهاردة هناخد محاضرة فيها نوع من أنواع اللي بيسموها كده الحاجات الخفيفة قوي والحاجات إحنا بنستخدمها قوي، يعني فعلا فعلا المحاضرة النهاردة معظم اللي احنا هناخده بنحتاجه جدا جدا جدا. في حاجة احنا سبناها من المرة اللي فاتت وكنا المفروض ناخدها المرة اللي فاتت، لكن المرة اللي فاتت قلنا أوامر كتير قوي، وهي التحديد بقى بس بالطريقة التالتة اللي فعلا انا ما بعرفش استغنى عنها خالص لو انا همنتج حاجة فيها فيديو، ما بعرفش استغنى عنها خالص لو في حاجة عايز اعرف وقتها. كلنا بنبقى عايزين نعرف وقت الملف بتاعنا قد ايه عشان نحدد منه، عشان ناخد منه جزء، عشان نبقى عارفين كمان الصور اللي معانا. يعني احنا معانا مثلا عدد 10 صور، فاحنا عايزين نشوف هنقسم الصور دي ازاي، هنعمل ايه. في البداية خليني بس اشكركم على ادائكم الرائع الممتاز جدا 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 النهارده في الامتحان، فعلا ابهرتوني وحبيت ان انا اشكركم قدام كل الناس، لان بجد بجد انا ما كنتش متخيله ان انتوا هتطلعوا بكم الاجابات دي. كنت متاكده ان ممكن يبقى في بعض الاسئله هتقع منكم، بس ايه اللي وقع منه سؤال، ايه اللي وقع منه نص سؤال، ايه اللي ما وقعش يمكن منه حاجه خالص. ففعلا يعني ابهرتوني، فانا بشكركم بجد بجد. ان شاء الله كده في المستقبل هنلاقيكم ممنتجين رائعين يعني. طيب خلينا بقى ندخل سريعا كده على الجولد ويف وناخد أول حاجة معانا المفروض ناخدها، وهي التحديد. التحديد احنا قلنا ليه كذا حاجة، قلنا السيلكت اول يعتبر برضو كنترول ايه، الحاجة التانية قلنا بنحدد بالجيم والدال. خلينا بقى ناخد تحديد تاني خالص وهو بنعمله بشيفت ايه. شيفت ايه تعالوا كده نشوف بيعمل ايه. select wall. خلينا كده نقف على اي ملف. ازاي بحدد يدوي بقى؟ شيفت اي. set marker dialog time based position. اول حاجة بالنسبة لي هنا بداية الوقت. بصوا كده الملف ده كام قد ايه. start time based position start edit selected midnight 000 finish none rated finish edit selected 0 and 54 seconds 54. الملف ده 54 ثانية. تاني خلينا عشان نبقى ماشيين حتة حتة، ازاي بعرف الملف قد ايه؟ 5 دقايق، 4 دقايق، حتى ساعة، ساعتين، بعمل ايه؟ شيفت اي وبتحرك بالتاب لحد كلمة فينش. فينش دي يعني الوقت الاصلي للملف، اللي هو زي ما قلنا الملف اللي في ايدينا ده كام؟ 54 ثانية. اتحركت بالتاب لحد ما لقيت كلمة فينش. طيب انا دلوقتي مش عايزة احدد بالجيم، او انا معايا مثلا محاضرة 3 ساعات، المحاضرة الـ3 ساعات، هل من المعقول ان انا همشي بسهم يمين عشان احدد مثلا من الدقيقة 20 للدقيقة 30، ومعايا محاضرة 3 ساعات هقعد امشي قد ايه وابقى عارف من قد ايه والكلام ده؟ لكن انا عايز احدد ان كلام الدكتور ده او كلام المدرس ده موجود عندي من الدقيقة 20 للدقيقة 30، فانا باجي اعمل كده شيفت اي مثلا، Set marker dialog. امشي تاب مرة واحدة، Start, edit, selected midnight. يقول لك ستارت البداية. عندك انت عايز البداية من هنا من كام؟ هتقول له مثلا 20. طيب هنا بيكتب ساعات، دقايق، ثواني، وبينهم كولن، تمام كده؟ طيب يبقى هنكتب مثلا وليكن 00 كولن 20 كولن، بس او 00 كولن 20 كولن 00 مثلا، او كده هيبقى هياخد من الدقيقة 20. هنيجي نمشي تاب نكتب مثلا ايه؟ دقيقة ولا ثانية؟ لا احنا هناخد 20 دقيقة. انا بتكلم لو ملف المقطع اللي معاك يا 24 ثانية مش الملف اللي أربعة. معايا 54 ثانية. تعالوا نشتغل على الملف اللي معايا. Finish. Start. الملف اللي معايا ده 54 ثانية، تعالوا ناخد كده من الثانية 20 فيه ونشوف هيقول لنا ايه. Finish. Start. Edit. Selected midnight. 00000. هو 0000 لان انا واقفة في اوله، فهنا مش مديني اي حاجة. فانا هنا عشان اصلا ما فيش دقايق فانا هكتب له كده، Selection removed. هكتب له 20. انا عايزه يشتغل لي ثانيه 20. 2-0. طيب انتر، Gold wave. رمضان. اسمعوا كده. للخالق الوهابي بك ليلة القدر. سمعتوا المقطع؟ اه كده هو ساب كل اللي فات وحدد لي من الثانية 20 بس. سؤال يا استاذ عاد، كل دي بتتعمل ازاي؟ شفت شفت وحرف كام؟ الكاف شفت كام بتعمل كولون دي اللي هي بين المزدايق والثواني والساعات. بالظبط، تمام. بس هنا عشان الملف كله ثواني محتاجتش ان اكتب الباقي. انا عايزه احدد مثلا select one. الثانية 6 للثانية 20،
هعمل ايه؟ من شيفت السنة 6 للسنة 20 يبقى هكتب 6، هعمل ايه من الأول؟ هضغط شيفت اي، تمام. بعد كده بتحركي بالتاب لحد كلمة ستارت، طب مرة واحدة ستارت. بعد كده بقى بتكتبي 6 كولم، بعد كده 20 بس كده. بكتب 6 وبمشي تاب عند الفينش، بكتب في النهاية تمام، 20. اوكي انا بكتب في الستارت حاجة وفي الفينش حاجة، من تمام وإلى ستارت. تمام اوكي انا هكتب هنا من الثانية 6 start time based start edit midnight 0000 6 6 6 finish edit selected 0 and 54 seconds هنا بيقول لي 0 صفر صفر colon 0 0 colon صفر صفر colon، وهنا في صفر صفر اللي هي الساعات. صفر أول حاجة صفر 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 colon كولن، دي الساعات، صفر صفر دي الدقايق colon كولن، الثواني بقى خمسة أربعة خمسة أربعة. dot هحذف أنا الخمسة والأربعة دول أربعة خمسة وأكتب هنا إيه؟ اثنان صفر 20. تمام؟ gold wave. بصوا بقى هنا هيديني من الثانية 6، هندوس اف 2. ففرحت فيه مهنئا أحبابي، خير الشهور به النفوس تعلقت واستسلمت. بس خدت أنا من الثانية 6 للثانية copy 20 دول new sound ورحت gold wave عملت لهم select ملف deleted تاني وخدته. paste. فاهمين الفكرة؟ بنعمل لهم كوبي الأول ولا لا احنا حددناهم ودوسنا انتر، خلاص قلنا من 6 وقلنا 20، بعد كده بنضغط انتر، وبعد كده بقى ممكن نعمل لهم بقى ايه كوبي، وبعد كده ممكن بقى نعمل لهم بيست نيو، نعمل لهم في بنضغط ملف انتر واحنا جديد. واقفين على 20. بنضغط انتر واحنا واقفين على 20، تمام، بعد وبعد كده كده بنعمل بنضغط لهم انتر كوبي، وناخدهم كوبي. نضغط اف 2 الاول، نضغط اف 2 الاول نسمعهم، وبعد كده نعمل كوبي ونمشي خطواتنا عادي. حتى لو احنا ما ضغطناش مثلا الاف 2، احنا كده كده عارفين احنا فين، يعني احنا كده كده عارفين احنا فين. تمام. طب في سؤال، اتفضل. لو انا في مقطع شغال وعنده جمله معينه مثلا، عايز اعرف الجمله دي في انهي ثانيه او في انهي دقيقه، الموضوع ده دوس متاح في جيم، الفنان؟ دوس جيم واعمل شيفت اي وامشي تمام. تابه واحده عند ستارت، هيقول لك ان انت في الدقيقه كذا او في الثانيه كذا. نجرب. بيقول سلايد واي. حد لو انا واقف مثلا في نص المقطع بيقول لي عند ستارت ان انا كده في الدقيقه كام والثانيه كام. هيقول لك تمام. كام. رمضان طب احنا قلنا للخط مثلا اهو المقطع. ففرحت في واستسلمت للخالق الوهاب بك لي بس انا اخدت هنا. بك تمام، هعمل شيفت اي. set start edit selected 0 and 24 seconds بيقول لي هنا انت عند 24 الثانية 24 من الملف finish الاصلي، edit selected 0 and 54 seconds. من الملف الاصلي 54. هو في سؤال انت ممكن مش يبقى ليك دخل فيه، بس انا مستغرب هو ليه بيتكلم انجليزي؟ لو انا حسيت ان الموضوع انجليزي وانا مش فاهمه هعمل ازاي بقى؟ set اهو start كده هطلع صفر بالهوم فوق، صفر 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 colon صفر صفر كولن صفر 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 colon كولن، اثنان تانية أربعة. اتنين اربعة. الله يفتح عليكي. طب ما لها حل. طب كويس. امشي انا بالاسهم ويقول لي هو اللي انا عايز. انا الكولن دي بالنسبة لي صعبة، ما بعرفش اكتبها او بتلخبطني، او مش عايزة ابوظ النظام بتاعه اللي هو عامله، فاجي عند الثواني اللي انا مش عايزها او محذف الثواني دي واحط الثواني اللي انا عايزها واسيب هو ترتيبه زي ما هو عامله، تمام، سواء في يعني اطلع الفينش او بالهوم في برضه الستارت. بالهوم. انا بالهوم بمشي بعد كده بالاسهم يمين وشمال، اسيبه انا كاتب هو حاجته، وانا ايه اغير في اللي انا عايز اغيره، بس في القيمة اللي انا حلوة عايز دي، اغيرها. حلوة خالص دي، كويس ان هي لها حل. تمام. كل حاجة في الدنيا ليها حل. أنا جميل دلوقتي جدا. معايا مقطع، أنا عايز أعرف هو قد إيه، كام دقيقة. أنا دلوقتي معايا صوت بحر مثلا مدته 3 دقايق، ومعايا صوت ايوه. موسيقى مدتها 4 دقايق. طب أنا عايز إن المقطع ده بتاع الموسيقى والبحر يبقوا مع بعض، فإزاي أنا هبقى عارف فين نهاية ده وفين نهاية ده؟ زي ما أنت إمبارح بعتلي مقطع ساعة ونص. تمام. فدلوقتي بقى هعمل إيه؟ هجيب، انا عايز اعرف قيمة الملف ده قد ايه، فهعمل كده شيفت اي وادوس ستارت، او امشي بالتابة مرة واحدة هيقول لي ستارت 000 عشان انا في اول الملف، همشي تابة تانية هيقول لي الملف كله كام، 5 دقايق 10 دقايق 30 ثانية 40 ثانية. انا دلوقتي مثلا الجيم والدال بالنسبة لي صعبة وحاسة ان انا مش قادر اظبطها، فانا مثلا رحت عامل جيم وقايل له انا عايز من الدقيقة 7 للدقيقة 10 بس،
عايز من النص ساعة دي بس، مش عايز أي حاجة تانية. فبدل فأقعد مجري أجري أجري عند كده، لا أنا هقول له أنا عايز من الدقيقة 30 للدقيقة 40، وأخدها في أي ملف تاني كوبي وبيست. تمام. الستارت بكتب فيها القيمة اللي أنا عايزها أو مش عايزها، وباجي عند الفينش اللي هي جنبها تاب، أكتب بقى إيه اللي أنا محتاجه أو أعرف منه غلط. زي التحديد اللي هو الجوتو بتاع الإكسل. شبه الجوتو اه توديني على طول للحاجة اللي أنا عايزها، بس جوتو بتوديني للخلية بس، لكن دي للقي. اه بتوديني فهمت. من ايه والى ايه، بدايتك ايوه ايه ونهايتك ايه. وصلت كده؟ تمام. ايوه تمام. طريقة جميلة جدا جدا للملفات الكبيرة، وبتنفع اكتر في فكرة اعرف الملف قد ايه، عشان انا لازم بستخدم دي لما اجي امنتج في الفيديو. انا دلوقتي عندي 20 صورة، طب انا دلوقتي بشوف الملف الاصلي عندي في الجولد ويف قد ايه قبل ما ادخل الموفي ميكر، وبعد كده اشوف اقسم الصور ال20 صورة دول على 54 ثانية، واشوف كل صورة هتاخد معايا قد ايه. مش هحط مثلا 19 صورة واجي ما الاقيش وقت لل20 اضطر ارجع اعيد، ده في حالة ان بحط صور كتير كده. نمشي من النقطة دي. طبعا احنا قلنا زي ما قلنا ان الجيم والدال ده التحديد اللي احنا عارفينه، والاخر حاجة اللي هو الكنترول ايه، ده بالنسبة لكل حاجات التحديد. في هي حاجة هنا هتلخبطنا شوية بس مش مشكلة هناخدها. عارفين كده النقاط المضيئة او المفاتيح المضيئة لما بنعملها واحنا بنذاكر، لما بنعمل زي نقطة أو علامة أو علامة استفهام كده للنقطة المهمة كده، لما يقولك السؤال ده احتمال يجي في الامتحان، عارفين الحتة دي؟ تبقى علامات مرجعية يعني. طب خلاص، احنا في مدارس النور كنا بندرس اللي هي الكلمة اللي تحتها خط اه تمام. اندرلاين في الورد. أو الأندرلاين في الوورد. هنعمل دي ازاي بقى؟ دلوقتي أنا عندي علامة مميزة في دقيقة 10 مثلا، حتة معينة أنا عايزة أعمل لها علامة مميزة، عايزة أرجع لها تاني عشان لو لقيت حاجة شبهها هخليها، لا ما لقيتش حاجة شبهها مش عايزها خلاص هجربها لكم عملي. أسامة، نسمة، هاخد الاسم اللي بعد نسمة، هالة، هالة دي، هالة، هالة. طيب هالة دي انا مش متأكدة ان هي معايا في الكورس ولا مش معايا، فعايزة اعمل لها علامة مميزة عشان افتكر في النهاية هرجع لها تاني، يعني حاجة دي انا هرجع لها تاني. هعمل لها ايه؟ شيفت ام، انا خدتها الاول بالجيم وبالدال، حددت هالة ده بالجيم والدال، شيفت ام، يبقى شيفت ام. همشي بقى كده اكمل بقية اسماء الناس، فاطمة، مصطفى. طيب مشيت 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 خلاص، عايز ارجع للعلامة المميزة بتاعتي دي، ولو عملت 700 جيم ودال ملوش دعوة، عايز ارجع بقى للعلامة المميزة بتاعتي. بصوا كده، هالة. ادوس شيفت ار واعمل هوم، هيرجعني عند هالة تاني، الحتة اللي انا خدتها ايه كعلامة مميزة، واتصرف انا فيها زي ما انا عايز. دي باختصار، واضحة ولا مش واضحة؟ حاجة انا هرجع لك تاني، انت مثلا يا هاخدك يا مش هاخدك، لسه مش عارف هتعامل معاك ازاي. انا ممكن تنفع يا استاذ علاء في الحاجات، يعني احدد بيها او اعمل الحاجات اللي انا مش عايزها في المقطع علامات مميزه. لا ما اقدرش اعمل علامتين مميزتين ورا بعض، العلامة التانية تلغي الاولى. انا ممكن تنفعني ان انا عارف ان في الدقيقة 10 الدكتور بيشرح حاجة معينة بيقول تفاصيلها او عناصرها، وبيجي في الدقيقة 23 بيقول الشرح بتاعها، فانا اخد الجزء ده واروح ارجع للجزء التاني ده اللي انا عامل له علامة مميزة عشان اتعامل معاه، او جملة مكان جملة مثلا هبدلها او اي طيب حاجة ليها. حاجة، لو اتفضل. أنا سيبت الملف على كده فيما بعد جيت أفتحه على الجولد ويب، هل مش هفتحه بره على الجولد ويب وضغطت شيفت آر كده هيرجعني على طول العلامة المميزة؟ لا، علامة مميزة طول ما انت شغالة على الملف. سيبت خلاص انتهى. سيفتي خلاص، خلص الحوار. طب هل ممكن العلامة دي أخدها كوبي وأحطها في ملف تاني؟ كوبي نيو جولد ويف بيست هالة اما خدته تحرق. ورجعني ليها تاني، هو انا لما رجعت لها هي متحددة بالجيم والدال اصلا، فلما رجعت لها وخدتها في ملف تاني جت تمام كده. انا برضو حبيت تمام. اعرفها لكم للمعرفة، انا اول مرة استخدمها معاكم برضو. الادخال الصامت اللي جنب ميوت بقى، وارد ان احنا نكون قصينا ملف، قصينا ملف ولما قصيناه الكلام كله داخل ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ازاي اقدر احط انا فواصل صامتة؟ ازاي اقدر احط فاصل صامت؟ الفاصل الصامت ده اللي اسمه سايلنت جنب ميوت، زي ما بقدر ان انا اكتم الفاصل اللي بين الحاجة والحاجة، اقدر ان انا المكان اللي فيه كلام ورا بعضه عشان ما بوظش الخلل بتاع الملف اقدر احط له انا فواصل صامتة. تعالوا نشوف القائمة دي ماشية ازاي، هي طبعا من قائمة edit. Gold way. File sub. Edit sub menu. في edit همشي هطلع فوق اسهل. Under Q marker check. Select. Select view control plus tab. Ins mute.
Insert silence. Insert silence. Insert silence dialog. Duration S. أول ما بضغط إنتر عليها 0.1 0.1 بيديني بقى 0.5 ثانية، واحد اثنين فاصل ثانيتين، نص ثانية، على حسب بقى أنا عايز، واللي أنا عايزه بديله إنتر عليه. ورهن عملي، ورهن عمل. أسماء المتدربين دوت سلكت. أنا هاجي بين اسمين كده جنب بعض. سلكت. أنا عندي هنا أسامة. أسامة. هحذف الفصل اللي بينه وبين نسمة. نسمة. دليت. بس أنا خليت أسامة ونسمة ورا بعض إزاي؟ أسامة. نسمة. هل هي كده شكلها؟ أسامة. نسمة. نسمة. أسامة. نسمة. نسمة. أنا بعد أسامة رحت دايسة جيم. فايل سب. رحت قلت له بقى. أديت سب. رحت على قائمة إيديت. Edit March Select View Insert Mute Insert Silent Insert Silent 0.1 2 فاصل قلت له حط لي ثانيتين. Gold Wave أسماء المت بصوا بقى أسامة نسمة. شفتوا الفكرة؟ اه تمام. أنا جاييني الملف هو كده، مش أنا ما منتجتهوش أنا عشان أضيع الفواصل، هو الملف جاييني كله ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وشكله مش لطيف خالص. يعني عند عدد الثواني اللي انا عايزها، عند عدد الثواني اللي انا عايزها بديله انتر. اه تمام. عند عدد الثواني اللي انت محتاجها تحطها. وارد يبقى عندك مثلا آية قرآنية والشيخ عمال يقرا ورا بعض ورا بعض ورا بعض، فانا عايزه اوقف له بين الآية والآية شويه عشان مثلا ايه اعمل تردد، اعمل له حاجات، فعايزه اوقف له حبه كده، فببدا ان انا اعمل له ثواني من عندي. انشوده برضو ورا بعضيها، اشيل النفس واحط مكانها مثلا سايلنت، فبتستخدم كتير جدا جدا يعني. تمام كده. اللي بعد سايلنت ايه بقى؟ اللي اسامه كان بيدور عليها امبارح، الكروس فيد، مش فيد ان وفيد اوت، الكروس فيد. الكروس فيد دي وظيفتها ان تعمل حاجه، ان تخليه دي اخر الملف يعمل فيد اوت لوحده، واول الملف الجديد يعمل فيد ان لوحده، مش يدوي، هو وحده الملف اخره يمشي بطريقه ان هو يخرج لبره، والملف التاني يجي وراه على طول بطريقه هاديه ويعلى تاني. تعالوا نجربها بقى. ايوه كنت هقول لك. عايز اقول لكم ان الجولد ويف مش انتوا بس اللي اتعلمتوه، انا عايز اقول لكم ان انا اتعلمته معاكم. رمضان دوت ام سلكت واو. ادي ايه دي؟ رمضان. هاخد الملف اللي عايز اعمل له كروس فيد، ماشي، هاخده كوبي واروح للملف الاصلي واروح اقول له كنترول دي. بصوا هيقول لي ايه. كروس فيد دايلوج دريشن اس كومبو بوكس كولابسد اديت Selected 0.50. كروس فيد، ماشي. عايزه اقول لكم ان الكروس فيد هيتعمل لنهايه الملف، مش هيتعمل لبدايته، بمعنى ان لما هتيجي تخلص رمضان هتوطى توطى توطى وتشتغل الاغنيه الثانيه، الجوده الثانيه هتشتغل تعلى تدريجي. تعالوا نجرب هنا. اول حاجه مديهاني هنا لما دخلت الكروس فيد نص ثانيه، ده هيبقى نص ثانية 0.5 1.0 ولا واحد ولا اتنين لغاية 5 ثواني، اخرك 5 ثواني، فاحنا نقول له مثلا 3 ثواني حلوين. 1.2 2.5 3 كده 3 ثواني. هدوس بإف 4 عشان اجرب. هل حقا تشتاق؟ لا، حاساها عايزة تبقى اكتر، صح؟ نعملها 5 ثواني. 5. هل حقا تشتاق إليه؟ هخليها 3 خمس أربعة ثواني 5. هل حقا تشتاق إليه؟ أنا كده إيه؟ select دوست إنتر عشان تبان، لأن هو بيديكم جزء من الثانية وبيقف، ما بيكملش اللي هو البريفيو بتاعته، فأنا هجيب كده وأوريكم تشوفوا هيعمل إيه. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسكن؟ وصلت؟ عامة هي موجودة، يعني ده بيوطى وده بيعلى، هي ما بتبقاش حلوة مع صوتين أنشطتين، هي بتبقى حلوة مثلا مع إيه؟ حد يقول لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتدخل معاه أغنية تتر، تدخل معاه موسيقى أنشودة، يعني حد بشري بيشرح حاجة فالتاني بيدخل معاه بالطريقة دي، أنشطتين مع بعض ما تنفعش. طب ما تجربها لنا بأسماء المتدربين. طب هجربها لكم بأسماء المتدربين. ناخد اسمين كده ولا حاجة، ماشي. ناخد علي. من علي هنا. محمد. كوبي. سيلكت اول. ماشي هحط بيست. جولد ويف. اخدهم كوبي. كوبي. محمد.
محمد وصلت. اسم علي جه منخفض قوي والانشوده بدات توطى خالص، وجه محمد كويس تمام، بس وصل. الاقي الفيد ان والفيد اوت افضل من ده بكتير. الفيد ان والفيد اوت برضو افضل بكتير، بس احنا بقى لما هنيجي نحط حاجه زي كده هنيجي مثلا نقول إيه؟ اسماء المتدربين، بس هي عايزه والسلام عليك، يعني حاجه بتخلص انت بتنهي، فانا بختفي خالص فالموسيقى بتشتغل ورايا او التتر او اي حاجه. بس هي الفيد ان والفيد اوت طبعا بتبقى افضل بكتير جدا جدا من فكره ان انا اعمل دي، لكن برضو زي ما قلت لكم هي موجوده هنا في الكروس فيد. اخر رقم للتحديد، اخر رقم للتحديد بتاعي هو ال5 ثواني. ندخل على حاجه تانية. بص، هو انا لقيت ان في حاجه اسمها هنا اوتو تريم، بس الاوتو تريم اللي هنا بيقول لك ايه، ان انا قال اي حاجه انت عايز تعتبرها صوامت فانا هشتغل لك عليها اوتوماتيك وكده، بس انا مش برجح ده خالص خالص خالص، لان واضح ممكن يبقى صوت منخفض فهو يعتبره صوامت فيقصها لك، فانا ما انصحش ان هي تشتغلوا بيها، لكن هي اختصارها كنترول يو. كون ان انا اشتغل بالجيم والدال واحذف افضل بكتير جدا من ان انا اخليه هو اللي يعمل تلقائي. ترم ماشي اللي ازيل الاطراف، لكن ان اوتو ترم ان هو يحذف اي صوامت في النص دي ممكن تعمل لي مشكله. ممكن اصلا كده انا حاطه الصوابت مفعله، ده هيبوظ لي الدنيا خالص. بالظبط، هو بيقول لك حدد لي حاجه اعتبرها لي دي صامت. القنوات، احنا عارفين ان في هنا سماعتين، طيب هنا بيقول لك انك ممكن تحدد سماعه معينه. ازاي بقى؟ عشان احدد السماعه الشمال بعمل كنترول وشيفت وال، وعشان احدد السماعه اليمين بعمل كنترول وشيفت وار. لو عايز السماعتين مع بعض بعمل كنترول وشيفت وبي خفيفه. ليه انا بحدد السماعات؟ وارد جدا 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 اسمع مقطع يكون بيشتغل على سماعه واحده. في اغاني كتير كده، وفي خطب كتير كده، وفي حاجات كتير قوي لو لاحظنا ان ساعات كده واحنا بنسمع في التليفون بنلاقيها شغاله على سماعه واحده بس، في ودن واحده بس. فهنا بيتيح لك ان انت تقدر كمان تظبطها على السماعتين. طيب لو انا عايزه احدد سماعه واحده، مش عايزه اديكم في الحته دي كتير لانكم مش هتستخدموها كتير، اختصارها لربما اي وقت من الاوقات تحبوا ان انتوا تتعاملوا مع السماعتين. بس في حاجه حلوه قوي بقى، اللي هو لو مقطع شغال على سماعه واحده وانا عايزه اخليه على الاثنين. ثواني كده هعملها لكم. هعمل الت files من قائمه افكت، على فكره احنا دخلنا افكت دي sensor اس channel mixer، هقول لكم اختار دي max match channel mixer channel mixer channel mix default double echo exchange inside out invert mid slash side mono left mono mix mono. هختار منها مونو ميكس. تمام، يبقى انا لو عندي مقطع شغال على سماعه واحده في تليفوني او في اي حته هروح اجيب من قائمه افكت اللي هي الت سي، من الت سي هجيب حاجه اسمها استيريو channel mixer واعمل مونو ميكس اللي هو تشتغل على السماعتين. ده اللي انا حابه اديهولكم بس في فكره القنوات، لان القنوات فعلا فعلا بحسها كده ما مش مجديه قوي ان انتوا تشتغلوا بيها، يعني دايما احنا لما هنشتغل على السماعتين. عايزه اديكم بقى حاجه هتحبوها قوي قوي، اللي هي ازاي اخلي الصوت يمشي من السماعه اليمين للسماعه الشمال، وازاي يتحرك من السماعه الشمال يشتغل للسماعه اليمين. ايوه دي احلى. عايزاكم بقى تركزوا فعلا في اللي جاي. انا كنت عايزه اجيب لكم مقطع يبقى فيه الات النطق، احنا كنا بنعمل حاجات زي كده كتير، بس للاسف الحاجات دي على الليفل الاولاني، فاحنا كنا عاملين شغل كتير بالات النطق، بس هنحاول نظبطها مع بعض ان شاء الله. يعني ازاي اعمل اللي هي البان، الصوت يجيني من نص السماعه الشمال او يجيني من نص السماعه اليمين او يجيني على السماعه الشمال بس. انا مثلا حد موده حلو قوي بيحب يذاكر بقى، بس ايه، يحب يسمع المستر بتاعه في سماعه والسماعة التانية يحب يسمع مثلا عصافير، عايز موسيقى على سماعة وحوار تاني خالص على السماعة التانية وشغالين في نفس الوقت. تعالوا بقى كده. Select wall. Zoom. ما انا عارفة. Select wall. هناخد المقطع ده معانا. Select wall. ونجرب بقى. Select wall. Zoom. عشان اعمل preview، تمام؟ عشان اعمل بريفيو للملف او تشغيل زي ما احنا بنشغل باف 4، لو حبيت اوقف البريفيو في اي وقت باف 8 هنسمع قريت. هل حقا تشتاق اليه؟ جولد ويف انتايتلد 7 هدي صح غير معايا في اليمين ما فيهاش مشاكل. طيب اهو كده. شانل ماكس بان بان اورايت اورايت ديفولت ديفولت اللي هو اذا هيبقى شغال على السماعتين. جو تو ليفت Selected go to left. Go to left اللي هو يعني ماشي أكتر لناحية الشمال. بصي. هل حقا تشتاق إليه؟ هل حقا تشتاق إليه؟ ترجو أن تسقى بيديه.
ده اسمه ايه؟ half left. half left اللي هو في نص منتصف الشمال. half right برضو هنا هيبقى منتصف اليمين. بصوا بقى left to right. left right اللي هي من الشمال لليمين، هيبقى الصوت ماشي من السماعة الشمال للسماعة اليمين. بصوا كده المقطع ده. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ الفكرة واضحة لكم؟ شفتوها أو لاحظتوها؟ عن نفسي أعتقد أن أنا مش هحتاج الكلام ده. هتحتاجها ليه؟ وارد أنك أنت تكون بتعمل سكتش، أو وارد أنك تكون بتعمل حاجة فالشخص بيتحرك. زي ما قلت لكم إن الصوت، أو يا أسامة أنت كنت بتقولي هنستفيد من دي في إيه؟ وارد أن أنت عندك ديالوج أو حوار ما بين مثلا معلم وطالب، الصوت مثلا صوتين من الناطق، إحنا بنخلي حد على السماعة الشمال وحد على السماعة اليمين، أو بنخلي مثلا اتنين مثلا رايحين يسلموا على بعض فهم بيتحركوا، بدل مثلا ما يبقى الملف الصوت في السماعتين، لا احنا بنخليه ماشي، يعني هو الشخص بيمشي وصوته بيتحرك معايا، مش هو ثابت في مكانه بيسلم او كده، فبيبقى اكثر واقعية لما بتيجي تعمل ملف صوتي او بتيجي تعمل حاجة، لا بتبقى حلوة ومدية للموضوع حركة. انت هتحرك الانسان ازاي؟ هتقول له قوم وانت بتسجل ملفك مثلا اتحرك ولا امشي ولا كده، انت اللي بتحرك صوته شوية، يعني في نص الشمال ده في نص اليمين قاعدين، سلم عليه ورجع قعد مكانه. اعتقد ده شغل متقدم. لا هو مش متقدم، هو احنا دلوقتي بناخد الحاجة عشان نشوف هنعمل بيها ايه، بس وارد ان انت تحب تعمل الحاجات دي، تحب تقرب بحر، تجيب البحر من صوته من اليمين للشمال. اتمنى ان دي تكون واضحة، وان شاء الله يا رب تكون واضحة. هناخد السنسور، السنسور دي طبعا انتوا عارفينها، يعني مش هتحتاج ان انا اشرحها قد ما هوريكم هي بتتجاب من فين. السنسور دي، السنسور دي بنعملها في ايه؟ بنسمع دايما لما يبقى في برامج توك شو، او بنسمع لما يكون في برامج مثلا وفي ضيف فجأة كده بيدينا صوت زي بيب زي كده، اللي هو حد يقولك ده غلط، ده تجاوز، بدل الشتيمة دي أو بدل الكلمة اللي بتتقال دي بيتعمل مكانها في التلفزيون في المونتاج صوت. تمام؟ وش أو صفارة، هو ده أو صفارة أحيانا. في ناس بتعملها عشان مثلا فعلا حد تجاوز، في ناس بتعملها عشان فكرة الضحك والهزار وخفة الدم والحركات دي كلها. فاحنا هناخد مقطع كده بسيط من المتدربين. احنا عندنا متدربة قلناها غلط، هناخدها ونعمل لها نفس الصوت ده عشان أوريكم إن احنا بنعمل ده ازاي. شيماء، اهي ناخد شيماء دي. شيماء، شيماء finish. نيجي نعمل all file sensor. سنسور هي اول واحدة، السنسور بنضغط انتر. بصوا بقى انواع السنسور ايه. sensor dialog. والشائعة فيهم beep. beep. beep دي بصوا دي شيماء، هي دي الشائعة اللي بقولك عليها. ايه تاني في السنسور انواع بيدينا؟ هننزل بالاسهم alt و c بيروح جايب السنسور على طول، ونضغط انتر. انتر تمام. جبرش في دي شيماء، بص ده بيجيب لك زي من الاخر للاول كده بيبوظها. لو تون دي صوت ميوت. ميوت اكتمها خالص، اكتم الاسم. اوفررايت وذ شيماء ده بيجيبها عاديه. كوايت باز سايرن جولد واي، وهكذا بقى. ايه انتوا بتقلبوا في القصص دي؟ حلوه الافكتات دي على فكره. دي السنسور باختصار، اكيد ما فيهاش اي مشكله صح؟ اكيد. بحدد الحاجه اللي بحدد الحاجه اللي انا عايزها بالجيم وبالدال، وبعد كده ببدا ان انا ايه اعمل لها السنسور اللي انا عايزه. الت سي واضغط انتر واختار باللي انا عايزه وادوس انتر. الايكو، الايكو بنعملها اختصارا من قائمه افكت اللي هي الت سي. الت سي سي على فكره اختصار افكت. الت سي اي ايكو. طيب ناخد الحتة اللي قالتها دي كوبي ونحطها في اي حتة تانية. New gold wave. نلعب براحتنا هنا. Gold wave. Alt C E. Echo dial. بصوا بقى. تلف الشهور. تلف الشهور وتدور ويهل شهر الهلا. كده عمل لها ايه؟ صدى صوت. عمل لها صدى صوت. هو الاول بيديني هنا حاجات جاهزة، يعني حاجات انا لو نزلت بالاسهم هو هيدهاني هنا جاهزة. طب انا عايزة اتحكم بقى في ايه؟ في ان صوت زهرة ده ما يجيش بالطريقة دي، يعني هو كده مش هينفع ملف كامل يبقى بالوضع ده. هتحرك كده بالتاب. Preview button, stop button, okay button, cancel, help button, echo dialog, echoes, edit, selected one. هنا بيقول لك الحاجات دي انت بتعمله يدوي بقى، انت هنا بتشتغل الشغل هنا يدوي. فهنا اول واحدة بيديها لنا ولازم نحفظها بالترتيب بتاعها ده عشان هي ساعات ما بتقولش. Delay S, echoes, edit, selected. الايكو
عدد مرات الإيكو عايزها تقول كم مرة؟ هنا مكتوبة واحدة، ممكن احنا نخليها كام؟ 2 مثلا، اثنان. نطلع سهم لفوق. تمام، هنطلع سهم فوق. طيب هتبقى تلف كده، الشهور شهور شهور، تلف الشهور والزور ويهن شهر الهلا شهر الهلا. كده 2 ايكو معاها، يعني صوتها الاساسي واتنين معاها. طيب برضو هنا كده ايه، نمشي تاب مرة تانية. Delay us. Edit. الديلي اللي هو التردد التأخير، ننزل كده شوية، هننزل على فكرة بالبيج اب Space. والبيج داون. بصوا هنزل شوية صفر. حلوين كده، تلف الشهور صفر. تلف الشهور والزور ويهن شهر الهلا صفر. تلف الشهور وخفف بقى فيها براحة، تلف الشهور والدور ويهن شهر الهلا والدور ويهن شهر الهلا والدور ويهن شهر الهلا. كده لو رفعت لفوق يخليلي يمشي بسرعة مع الكلام ولا يطول شوية عشان يمشي وراه؟ اسمها ايه بقى؟ التردد بتاع الصوت. الاول تكرار المرات، طبعا انتوا هتجربوا هتلعبوا هتعملوا حاجات كتيرة قوي. التابة التانية اللي هو التأخير التردد، التالتة Volume dB. الفوليوم. وفي ناس على فكرة في الجولد ويف بتاعها مش هينطق، هو بيبقى التاب 2 3، فاحنا بنبقى حافظينهم. هو من حظنا الحلو ان الجولد ويف ده بيقول الفوليوم بقى. الفوليوم بتاع ايه؟ مش الفوليوم اللي هو المستوى الصوت بتاع المقطع، لا، الفوليوم بتاع التردد. انا حاسه ان هو كده كتير، بصوا كده لو وطيناها هيحصل ايه. Minus. Minus. برضو بنوطي ونعلي بالبيج اب والبيج داون. تلف الشهور، تلف الشهور والدور ويهن شهر الهلا الدور ويهن شهر الهلا الدور ويهن شهر الهلا. ايه رايكم؟ مش كده احلى؟ اه لا تبقى بيدعو معاكي. واصله الدنيا شويه. تمام، احنا هنجرب في الحاجات دي كتير وهنلعب كتير 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 الفترة الجاية، بس انا اهم حاجة بشرح لكم الاساسيات عشان لما نجرب يبقى احنا عارفين ايه الدنيا تمام. ازاي. كده تالت تاب احنا عملناها اللي هو ايه، مستوى الفوليوم الفوليوم الفوليوم. Feedback DB. دي مش بنلعب فيها الرابعة. Stereo checkbox not checked. وهنا بيقول لي ستيريو، اتشيكت ولا تشيكت. انا ممكن اعمل تشيكت هنا عادي، Space. اخليها Checked. ستيريو مثلا. تلف الشهور، تلف الشهور والدور ويهن شهر الهلا الدور ويهن شهر الهلا. عارفين ايه اللي حصل لما عملت ستيريو؟ عملت عليها علامة شيك، الصوت بدل ما كان كمان بيتوزع بيلف في السماعات كلها، بدأ يتحرك حوالين السماعتين. ايوه يعني صوت البنت مش كان هو بيتردد بس، لا، ده بيتحرك بتوزيع على السماعتين، شوية على دي وشوية على دي. بعد كده انا بقى ايه، ما بعملش حاجة تانية خلاص، انا بقف اختار اللي انا عايزه. هو بقى مديني حبة بقى ايه حاجات، انا ممكن استعرضهم لكم بسرعة بسرعة. سنسور. هنعمل ايه؟ زي ما قلنا دي هتبقى كده. هل حقا تشتاق اليه؟ جولد ويف. انا هاخد لغاية اليه بس عشان الدنيا تبقى واضحة اكتر. سلاك. حقا تشتاق اليه بس كوبي عشان ايه؟ Gold way paste. يلا. Sense echo dialog. التانية تحتها. خمسة. فبنقعد بقى نقلب ونختار ومش عارفه ايه. هنا بيديك زي فكره اللي هو زي الريبوت وزي الحاجات دي اللي هي بيبقى زي الحاجات الفضائيه والحركات دي كلها. بتفكريني بالفويس شينجر الخاص بالاندرويد. ممكن يبقى عامل شبه ده. هو اللي احنا بنختارهم اكتر حاجتين، الريفرب واللي تحتها اللي بتبقى كمان اسمها ستيريو ريفرب، بتكون سهله وبنقعد نلعب في الاعدادات كده عشان ايه ندي صدى خفيف. لكن الحاجات التانيه انا عمري ما استخدمتهم بصراحه. الايكو تمام. سهله وفيها لعب كتير وفيها حاجات كتير. طيب الفيد ان والفيد اوت والتشنج فوليوم، طبعا في ناس اشتكت بتقول ان صوت المقطع اللي عندي واطي جدا وانا عايزه اعليه. هعليه ازاي؟ التشنج فوليوم او تغيير حجم الصوت بنعمله بالت سي يو سي اللي هو من فايل افكت، اليو اللي هي الفوليوم، سي اللي هي تشينج فوليوم. بصوا كده، الت فايل سب منيو سي سنسر يو اوتو جين تشينج فوليوم. عايز اقول لكم ان مع التعود والسرعه انت بتضغطهم في اقل من ثانيه. دول هو برضو هنا مديني حاجات جاهزه، فانا بعمل شيفت تاب مره تشينج فوليوم دايلوج وبعمل انا بقى ايه، بطلع
بالبيج اب، 1 2 3 4 5 6. بس يستحسن انك ما تعليش فوق العشرة، عشان لو عليت فوق العشرة الصوت بعد كده بيبقى فيه مشكلة وبيبقى فيه زي دوشة. برضو الصوت الملف عالي وصعب قوي، انا ممكن برضو اوطيه، بس بدل ما اطلع بالبيج اب بعمل بالبيج داون. بس لازم ابقى مركز قوي وانا بعلي عشان ما بوصل الملف الاصلي. تمام، الفيد ان والفيد اوت بقى. هو شايف عبد الله بدايته فيها، قصدي فيد ان، فانا هعمل على رمضان. رمضان، شفتوا الانشودة داخلة ازاي مرة واحدة كده؟ انا باجي على الحتة اللي انا عايز اعمل لها فيد ان، الحتة اللي انا عايز اعمل لها فيد ان، وادوس دال، ما ادوسش جيم لان هو كده كده هياخد من اول ملف. رمضان اقبل، خدت رمضان واقبل، وهعمل فايل سبمن سنس اوتو جين change volume fade inch، وهنزل تحت fade in fade in dialog واعمل انتر. بصوا كده لما ادوس يعني في 4 الت بعد كده يو، بعد كده ايه الت سي يو، وانزل بالاسهم الت سي يو الت سي يو اي fade gold اهي الت سي يو اوتو جين fade in dialog اي، صح كده الت سي يو اي. بصوا هتبقى عامله ازاي رمضان. رمضان أقبل Alt C U I، Alt C U I هيفتح لك الديالوج بتاعها ورا بعض، مش مع بعض، ورا بعض هيفتح لي. أول ما يعجبني كده روح دايس Gold Way. تمام، يبقى دوس انتر آخر حاجة. الفيد اوت هو طبعا مديني هنا اختيارات، يعني انا لو نزلت بالاسهم هغير الفيد ان واعليه واخليه كده، انا عايزه هو هو. احنا دايما بنختار على فكره، يعني كل معظم الناس اللي بتعمل مونتاج بتختار اول حاجه، ما بتنزلش تاني، بتختار الفيد ان الاولاني بتاعهم. يعني عايزين نيجي عند اخر القصيده دي نقفلها. بس انا جيت عند بشراكه دي بوش. هعمل الت تي يو او fade out dialogue fade out. بصوا بقى بشراك مغفرة بغير حساب، وصلت. واختار اللي انا عايزه وانتر. طيب انا دلوقتي مثلا الفيد ان والفيد اوت دي بتنفعني في ايه غير بداية ونهاية الملف؟ دي تقص مقطع، المقطع ده او مثلا الشخص اللي يجي في المحاضرة ويكمل كلامه، انا مش عايزه الادي. او مثلا جيت قصيت حرف في تكه كده، بتاخدوا بالكم ان في تكه كده مش مظبوطه في الحرف، او في مثلا انشوده جات لنا او كده مثلا فيها حرف كده في الاول متاكل، طب انا عايزه اظبط ده، بحدد بطريقه سريعه قوي كده بالدال. لو عايزه في الفيد ان، طبعا لو في الفيد ان عايزه كده بالدال بسرعه احددها واروح اعمل لها فيد ان. لو عملت لها فيد ان هتتظبط الدنيا على الاخر. دعاء بالفيد ان قلت لو عايزه اقلل اللي هو يعني خلي الصوت يبقى واطي في البدايه اكتر، لو عايزه واطي اكتر بتنزلي بالاسهم. فين الره؟ الره مش موجوده في رمضان. ايوه رمضان. طب انا عايزه دلوقتي اخد الحته دي هعمل لها ايه؟ هاخدها كده فيد ان بسرعه رمضان. باين ان هي في حاجه ولا لا؟ باين ان هي جايه من صوت بعيد، من صوت منخفض، محدش هيعتقد قوي ان مفيش حرف الره ده. او لو تكه كده ما بين الكلمه والكلمه لما هاجي اعمل لها فيد ان هتختفي. فيد ان يعني يوطي، وفيد اوت يعني يعلي، فيد ان من منخفض لعالي، فيد اوت من عالي لمنخفض، يعني الحاجة بتبدأ هادية وتعلى شوية بشوية ده فيد ان، الحاجة بتكون عالية وتوطى شوية بشوية بشوية بتكون فيد اوت. تمام، وصلت كده. بنحتاجها كتير، عايزين ندخل موسيقتين في بعض زي ما كنا بنتكلم على الجروب مع بعض. انا دلوقتي معايا مقطع عايزة اعمل كده، فانا هدخل في نهاية الملف هعمل فيد اوت للملف بتاعي وارجع اعمل فيد ان الملف التاني وادخلهم مع بعض، هيدخل لي الملفين مع بعض بشكل جميل مش بشكل مستفز قوي. كلامك مظبوط، انا كنت هموت عشان عليها امبارح بس مستني بقى لحد النهارده. كلامك مظبوط. لحظه كده، ممكن نعمل حاجه بسرعه كده فيد ان وفيد اوت مع بعض وندخل حاجتين في بعض. عندي مقطع رقم 1 وعندي مقطع رقم 2، المقطع رقم 1 ده بعمل له فيد ان والمقطع رقم 2 بعمل له فيد اوت، صح كده ولا انا عكست؟ لا، بعمل للمقطع رقم 1 فيد اوت عشان هو اللي هيشتغل الاول، ايوه هعمل له فيد اوت، واعمل للمقطع رقم 2 فيد ان
عشان اجي بعد كده اعمل له ميكس. تمام، انا هاجي عند ميكس. نهاية المكساج دي. اه سبعة. انا جيت عند نهايتها كده في الاواخر واجيب الناس اللي بتجري دي. select copy q mixage واحد. وهعمل ايه؟ فيد. آه هعمل ميكس. ميكس. بصوا بقى. وضحت الرؤية؟ اه. وكأن بقى ده حد تعبان في مستشفى، حد متأثر، حد بيلحقوه في أوضة عمليات. حلو، بعتلي الحاجات دي كلها. حطوا زي ما تحطوا بقى انتوا. ايه فهمتوا الفكرة؟ هي الموسيقى شغالة وصوت الجري اصلا بادئ الاول بفيد ان عشان الناس قلب تجري من بعيد لقريب، وبعد كده في نهايتها في فيد ان الناس دي خلاص يعني بعد ما جريت وصلت مثلا او بعدت كده. وصلت كده؟ عارفة ان محاضرة النهاردة لخبطتكوا كتير، وعارفة ان هي فيها اختصارات او فيها شغل كتير شغل، هي ملخبط. معلوماتها حلوة الصراحة. هل ينفع اعمل فيد ان وفيد اوت لاكتر من مكان في مقطع واحد؟ اه طبعا. في حتة ايه؟ مثلا ثلاث اربع اغاني مركبهم على بعض، والاغاني اللي ثلاث اربع اغاني دول مختلفين، وعايز اعمل لكل واحد فيهم فيد ان وفيد اوت بحيث ان هي تشتغل بشكل كويس. ان شاء الله 10 ساعات. الله يفتح عليك. بينفع فيد ان وفيد اوت اكتر من في مقطع واحد؟ يعني اكتر من فيد ان وفيد اجي اوت في في مقطع واحد؟ الاخر، اجي في الاخر واعمل فيد اوت وارجع اعمل تاني واعمل تاني. انا اقدر كمان اعمل 700 الف. انا عايزه اقول لك ان في كلامكم بعمل 60 الف فيد ان وفيد اوت. واتفقنا مع بعض ان الفيد اوت بتتعمل في اول المقطع والفيد ان بتتعمل في اخره. لا لا العكس. الفيد بتتعمل في اول والفيد اوت بتتعمل في اخر. بس انا ببدا ليه بالفيد اوت في الملفات؟ لان انا ببدا من نهايه ملف وبدايه غيره. ايوه لكن انا انا بتكلم على دي، انا اقصد كده، انا بقصد كده، انا هبدا من نهايه ملف وهبدا، يعني هما اتنين لازقين في بعض وفي اه بينهم لكن وارد فاصل، في بينهم فاصل ثانيه ساكته كده، فانا عايز اخلي الساكته دي تبقى في الواطي. بالظبط. فانا بعمل له بقى ايه؟ بحدد انا واعمل الفيد ان والفيد اوت بتوعي. وكمان زي ما قلت لكم، انا مثلا بتكلم في محاضره وشغاله اقول عند السكتة دي تعمل لها فيد ان ولا فيد اوت؟ فيد اوت بتهيألي صح؟ السكته في النهايه ولا في البدايه؟ السكتة اللي بين كل مقطع ومقطع، انا عندي مقطع اكتر من مقطع ومركبهم على بعض. لا انت بقى هتيجي في الفيد اوت ده، هتيجي واثناء المقطع شغال هتعمل له ميكس اصلا بعد ما تعمل الفيد ان والفيد اوت بتوعك. اه يعني انا اظبط هتعمل الفيد ميكس ان والفيد فصولين اوت، داخلين جوه بعض، اظبط الفيد ان والفيد اوت واروح جاي عامل لهم ميكس. عامل ميكس فصوتين، واحد خارج وواحد داخل، تمام فصوتين مع تمام بعضيهم. فده اللي ما تمام بيعملش مشاكل. اصواتكم انتوا بقى زي ما قلت لكم بنقص حرف، مثلا الشخص قال لك وكذا، فالواو دي مش عايزينها. حرف الواو اصلا ملهوش اي لازمه في المكان هنا. فانا بشيل حرف الواو ده عادي، بحدد حرف الواو واشيله، واجي مثلا على كلمه وان مثلا، وانا عايزه ان بس، يعني قال لك ان شاء الله مثلا. طب لا انا عايزها تبقى ان شاء الله بس، فهروح اشيل الواو واجي عند حرف الالف من نصه كده، اروح دايسه فيد ان، فهتيجي ان شاء الله على طول، والواو ولا كاني قصتها لان جت من صوت منخفض، فما بانش ان هي فيها تكه قص كده. مع التكرار ومع التعود صدقوني هتظبط تمام معاك. واضح مع التكرار كتير والمحاضرات الكتير تمام. والمونتاج الكتير بدات تظبط معايا، وبقيت اعملها في وقت يعني سهل. الت سي يو اي او الت سي يو او على طول بقى، ما بتاخدش وقت معايا، والوضع بيبقى جميل وسهل. وزي ما قلت لكم فعلا تمام فعلا الحياة فعلا ممتعة، بس احنا نجرب ونتعب ونشتغل على نفسنا. انا هختم محاضرتنا النهاردة ان شاء الله، هنتقابل يوم الجمعة ان شاء الله، والميعاد هظبطه معاكم ان شاء الله على الجروب، على اساس ان شاء الله هيبقى جمعة وسبت دي نهايتنا، هناخد كل اللي ناقصنا في الجولد ويف. فانا اتمنى ان نكون نقدر ان احنا ناخد كمية حلوة، وانا هشوف الحاجات اللي انتم محتاجينها بس هي اللي هناخدها ان شاء الله الجمعة الجاية. والسبت هيكون معانا الموفي ميكر وكده. ان شاء الله تبقوا كل سنة وانتم طيبين، وانا فعلا فعلا كنت مبسوطة معاكم في التدريب ده. بجد انا نفسي اجيب لاب بجد، عشان انا يعني هتجنن واجيب لاب. انا قاعده عايزه اقول لحضرتك ان انا مصدعه بسبب ان انا عايزه اطبق بجد، اللي هو مبسوطه قوي بجد بالحاجات دي، ونفسي ان انا اطبق قوي بجد. انا عايزة اشكركم ان انا اتعلمت معاكم حاجات كتيرة قوي بسبب ان انا كنت براجع معلومات، ففي حاجات كتير انا ما كنتش واخدة بالي منها، واختصارات ما كنتش واخدة بالي منها. عايزينكم تستجدعوا والمحاضره تعمل لها مونتاج بدري عشان نلحق نطبق. ان شاء الله ان شاء الله يعني باذن الله.
بكرة الصبح تكون المحاضرة معاكم. أشوفكم إن شاء الله يوم الجمعة الجاية، وكل الناس اللي بتتابعني على النت أنا بشكرها كتير، فعلا بيجيني تفاعلات حلوة كتير، وفي ناس بتقولي إن هي اتعلمت واستفادت، فأنا بشكرها، وإن شاء الله أكون أقدر أقدم لكم معلومات أكتر. تحياتي ليكم. في أي حد عنده أي سؤال قبل ما أنهي التسجيل؟ في بنات بيسمعوا المحاضرات بتاعت حضرتك دي على تمام. القناة، لأن طبعا أنا قلت لهم على القناة، ففي بنات بيسألوني بيقولوا لي إن هم معهمش لاب، فبيقولوا لي الجولد ويف ده ما ينفعش يكون على الموبايل، إن هم يستخدموه مونتاج للموبايل. في نسخة اندرويد للموبايل في الجولد ويف وعندي، بس عمري ما استخدمتها، بس انا يعني برجح المونتاج لينا على الكمبيوتر، لان في دقة انا اشوفه بدوس الجيم في اقل من ثانية، بدوس الدال في اقل من ثانية، فالمونتاج الاحترافي قوي اللي فيه اصوات كتير وفيه حاجات كتير وميكس كتير وكده، يفضل ان هو يستخدم عن طريق اللابتوب، لان بيكون ايسر كتير. يعني احنا بنقول ان كيبورد اللاب نفسها صعبة علينا، لازم يبقى معانا كيبورد خارجية. التاتش انا حاسة ان هو هيبقى صعب قوي قوي لو عملنا اكتر من عملية في وقت واحد. فاشكريهم لي، وان شاء الله دايما كده يا رب متجمعين في الخير، والى اللقاء، واشوفكم الجمعة ان شاء الله. بإذن الله يا أستاذة، وإحنا بنشكرك جدا والله.